لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الما تي في. قبل البداية لا تنسوا إخواننا الكرام الإعجاب بالفيديو وكذا مشاركة تعليقاتكم وآرائكم معنا تشجيعا لنا. إليكم أبرز العناوين: الوداد يجري أول حصة تدريبية وغياب لاعب بارز، غاريدو يمنح مهاجم الفريق فرصة أخيرة ويقرر الاستغناء عن الأجانب، السلام يسعى لتسريح 5 لاعبين من الرجاء بالميركاتو، أسفي يصدم الوداد بخصوص بيع نجمه الأول، تفاصيل صفقة انتقال حكيمي من الريال إلى إنتر ميلان. عمد الإسباني خوان كارلوس غاريدو مدرب الوداد الرياضي في أول حصة يجريها الفريق الأحمر بعد رفع الحجر الصحي وإعلان الجامعة الملكية عن استئناف الأندية لتداريبها وفق بروتوكول خاص إلى تقسيم اللاعبين إلى مجموعات، وذلك لخوض التدريب بشكل انفرادي كما ينص على ذلك بروتوكول الجامعة الملكية، والتي حددت التدريب في المرحلة الأولى بعد عودة الأندية للتدريب بشكل مجموعات صغيرة تضم 6 إلى 10 لاعبين، وذلك لمدة 10 أيام قبل العودة إلى التدريب الجماعية بشكل عادي، والتي ستستمر بدورها لمدة 20 يوما. وكانت الجامعة قد أعلنت عن استئناف الدوري الاحترافي انطلاقا من يوم 25 يوليو المقبل. وشهدت الحصة التدريبية التي أجراها فريق الوداد الرياضي بمركب بن جلون عقب عودة اللاعبين من الحجر الصحي غياب اللاعب بديع أوك، ويعود سبب غياب اللاعب أوك إلى وصوله بشكل متأخر من مدينة أكادير حيث قضى فترة الحجر الصحي بها. سارع المكسب المسير لفريق الفتح الرباطي إلى قطع الطريق على المتربصين بنجمه نوفل الزرهوني، وذلك من خلال تجديد عقده وفق شروط مالية جديدة. وكشفت مصادر مطلعة أن إدارة الفتح الرباطي قامت بتوقيع عقد جديد للاعبها نوفل الزرهوني ل3 سنوات كاملة وفق امتيازات مالية جديدة، سعيا منها لرفع معنوية اللاعب وكذلك لقطع الطريق على الأندية من أجل ضمه لصفوفها خلال الميركاتو المقبل. وكان مسؤول الرجاء الرياضي سيحاولون مرة أخرى إقناع مسؤولي الفتح من أجل بيع ما تبقى من عقد لاعبه الصرهوني بعدما فشل الفريق الأخضر في ضمه خلال الميركاتو الشتوي الماضي. أشبه ما يكون بالماراثون الذي ستعيشه أندية البطولة الوطنية، والتي سيكون عليها أن تخوض ما مجموعه 88 مباراة ما بين مباريات مؤجلة ومباريات مبرمجة عن 10 دورات متبقية من الدورة 21 إلى الدورة 30. وبالعودة إلى تاريخ انطلاق مباريات البطولة يوم 24 يوليو ونهايتها المبرمجة يوم 3 شتنبر، فإننا سنعيش 88 مباراة في 62 يوما، أي ما يقل قليلا عن مباراة كل يوم. ويذكر أن الجامعة استثنت مبدئيا يوم الاثنين من أيام الأسبوع إذ لن تجري فيه مباريات، فيما ستخصص أي يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع لبرمجة المباريات وفق جدول خاص. بات مصير المهاجم الإيفواري غباغبو لوران جونيور مع فريقه الوداد الرياضي مهددا في مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة. وكشف مصدر مطلع أن المهاجم المذكور بات مطالبا بإقناع الإسباني خوان كارلوس غاريدو مدرب النادي الأحمر في فترة استئناف مباريات البطولة الاحترافية، وذلك في ظل تقديمه لمستويات جيدة في المواجهات التي سيشارك فيها لتحديد استمراره مع الوداد الموسم المقبل من عدمه. بات الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد والمعلي دورتموند على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى صفوف إنتر ميلان بشكل دائم خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأجمعت كل التقارير الصحفية الدولية أن أشرف حكيمي في مفاوضات متقدمة مع إنتر ميلان للانتقال إليه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما قدم الفريق الإيطالي مبلغ 45 مليون يورو مقابل الحصول على خدماته. وجزمت التقارير ذاتها أن هناك اتفاق بالفعل حول انتقال حكيمي بين الإنتر ونادي ريال مدريد، وأنه سيرتدي قميص النيراتزوري بداية شتنبر المقبل. قال صلاح الدين السعيدي لاعب الوداد الرياضي أن فترة الاستعداد التي تسبق دخول المنافسة ستكون مهمة للغاية، وتستأنف منافسة الدوري الاحترافي
خلال شهر يوليوز المقبل بعد فترة توقف طويلة. وأضاف السعيدي في تصريح له أنه يجب التعامل مع هذه الفترة من أجل الاستعداد بكل عقلانية واحترافية من أجل تحقيق أكبر استفادة منها، لأنني أرى أنها ستكون حاسمة في مصير اللقب. وتابع لاعب الوداد أن فريقه نجح في تقديم كل الدعم للاعبين لتكون العودة ناجحة. وحول عودة المنافسة، قال السعيدي المسؤولون لم يخضعوا للضغط، خصوصا أن هناك من كان يرغب في عدم استئناف الدوري حيث اختاروا السيناريو المثالي. وأردف السعيدي، نحن اللاعبون شعرنا بكل أنواع الارتياح والسعادة لهذا القرار الصائب. وختم السعيدي حديثه، سنعود لأجواء المنافسة وأؤكد أن الوداد لن يدخر أي جهد ليكون في أفضل حال، خصوصا أن هدفنا هو الفوز بلقب الدوري. نافى مجلس إدارة أولمبيك آسفي بيع نجم الفريق محمد المرابط. وقال أولمبيك آسفي في بيان له أن بعض الأخبار التي تم تداولها حول حسم بيع المرابط لأحد الأندية المغربية مجرد إشاعة، لكن اللاعب ما زال مرتبطا بعقد ولم ينتقل إلى أي فريق آخر. وأضاف أن انتقال المرابط في حال حدوثه سيتم تأكيده عبر الموقع الرسمي للنادي. وأشعل نجم آسفي منافسة شديدة مبكرا في الميركاتو الصيفي بين الرجاء والوداد وشباب المحمدية، وهذا بالإضافة إلى حصوله على عرض من السعودية، بعدما أكد أنور دبيرة رئيس أولمبيك آسفي أنه قرر بيعه هذا الصيف. نجح الرجاء الرياضي في كسب واحدة من ثلاث رهانات له خلال الموسم الجاري، بعدما نجح في ضمان بقاء نجمه محسن متولي، ونجح في انتزاع توقيعه لموسمين جديدين مع النصر الخضر في أفق تجديد عقد لاعبه إلياس الحداد، بالإضافة إلى شراء ما تبقى من عقد لاعبه حميد أحداد الذي يلعب له معارا قادما من الزمالك المصري. وكشف مصدر مطلع أن إدارة الرجاء الرياضي منحت متولي شيكا بقيمة 100 مليون سنتيم بعد أن وافق على تجديد عقده لموسمين، ويمثل المبلغ المذكور جزءا من مستحقاته المالية العالقة بذمة الفريق الأخضر في هذا الموسم، مع إضافة 50 مليون سنتيم لمنحة توقيعه السنوية خلال الموسمين المقبلين. وكان محسن متولي ضمن اهتمامات عدد من الأندية التي ترغب في ضمه خلال الميركاتو الصيفي، منها سعودية وقطرية. كشفت مصادر مطلعة أن الإسباني خوان كارلوس غاريدو أشار على المكتب المسير على ضرورة التعاقد مع لاعبين أجانب مميزين خلال الميركاتو الصيفي المقبل. وتابعت أن المدرب الإسباني غير راضي عن المستوى الذي بات يقدمه بعض لاعبي الفريق الأجانب خلال المباريات التي أجراها الفريق الأحمر خلال الموسم الكروي الحالي. وتابعت أن غاريدو قرر الاستغناء عن كل من ميشيل باباتوندي وجويل مادوندو وغابرييل أوكوشيكو، في حين متردد بخصوص مستقبل المدافع الشيخ كومارا وكذا اللاعب كازادي كاسونغو. قرر جمال السلامي مدرب الرجاء الرياضي تسريح 5 لاعبين لإعارتهم في الميركاتو الصيفي، وذلك بغية منحهم فرص أكثر للاعب وكسب تنافسية كبيرة نظرا لصعوبة الزج بهم ضمن التشكيلة الرسمية خلال الموسم المقبل. السلامي أبلغ مسؤولي الرجاء الرياضي بإعارة كل من الظهير الأيسر أسامة سبحان وزكريا الهبطي وعبد الإله مذكور، بالإضافة إلى مشنتيم ومعطيتي ميزو. رغم أنهم قدموا مستويات متفاوتة هذا الموسم على غرار الهبطي والسكحان اللذان نجحا في تقديم مرض طيب ومحترم سواء في مباريات البطولة الوطنية أو البطولة العربية. وحدد السلامي مراكز الخصاص في 3 لاعبين، ويتعلق الأمر بظهير أيمن وصانع ألعاب وجناح أيسر. أكدت معطيات دقيقة أن الجامعة الملكية المغربية قد توصلت بتحذير شديد اللهجة من غرفة النزاعات بالفيفا يخص التجاوزات المالية لثلاث أندية بالبطولة الوطنية، فضلا عن تراكم ملفاتها لدى لجنة النزاعات ما سيعرضها مستقبلا لعقوبة زجرية قد تصل إلى إنزال الفرق للقسم الثاني حسب نص البلاغ. وحدد خطاب الفيفا 3 أندية وهي الرجاء الرياضي واتحاد طنجة والمغرب التطواني، مؤكدا أن كل واحد منهم يتوفر على 6 ملفات على الأقل موضوعة على مكتب غرفة النزاعات، كما أن جل ملفات تم البث فيها وسلطت عقوبة مالية على الأندية بينما لم تلتزم بعد بتسديد ديونها. اشترط رئيس أولمبيك آسفي أنور دبيرة على هشام أيسمنة رئيس شباب المحمدية
عدم تفويت النجم المسفيبي محمد المرابط لنادي الوداد الرياضي في حالة إسمام صفقة انتقاله لشباب المحمدية، وذلك نظرا لوجود خلاف بين دبيرة ورئيس الوداد سعيد الناصري بسبب صفقات سابقة. ورغم أن العرض المالي الذي تقدم به أيتمنى للتعاقد مع المرابط لقي استحسان من إدارة أولمبيك أسافي، خصوصا وأن قيمته المالية توازي طموحات إدارة النادي، إلا أن دبيرة يمانع منعا كليا تسريح أو إعارة المرابط للوداد على ضوء الاتفاقية التي تجمع شباب المحمدية والوداد.